السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. اليوم محاضرتنا analysis or analysis of structure، واللي راح ناخذ كتايب من structure هو التراس. طبعا شنو هو structure؟ عادة structure هو خلينا نقول هيكل أو الهياكل أو تركيب معين. طبعا شنو خير مثال على structure حول الأز يعني اللي نشوفه حياتنا اليومية؟ الجسور. الجسور هي عبارة عن هيكل. البنيان، بنيان البيوت عبارة عن هيكل، السيارة عبارة عن هيكل، حتى الكرسي اللي احنا نقعد عليه هو عبارة عن هيكل، الميز اللي نستخدمه هو عبارة عن هيكل، and so on. فهناك كثير من الأمثلة اللي هي تمثل لي الستركتشر، تعطيني خير مثال عن الستركتشر. بالنسبة لهذا الستركتشر هو يتعرض إلى نوع من القوة، عندنا external forces وعندنا internal forces. الاكسترنال فورسز تمثل القوة الخارجية، يعني على سبيل المثال من عندك جسر، هيكل مال الجسر، عندك تراس، من اريد اسلط عليه اكسترنال فورسز، مثلا سيارة تصعد عليه، فالويت مال هاي الفورس راح يمثل لي اكسترنال فورسز. على سبيل المثال قوة الرياح، قوة الرياح ودفعها يعتبر اكسترنال فورسز. ايضا المساند اللي تسند، اخذنا بالمحاضره السابقه السبورت، السبورت اللي يسند هذا الستركتشر ايضا يمثل اكسترنال فورسز على الستركتشر نفسه. وهناك نوع اخر من القوه اللي هو انترنال فورسز. الانترنال فورسز خير مثال للانترنال فورسز هو الويت مالت الجسم نفسه. يعني على سبيل المثال لو كان هذا الجسر، الهيكل مالت الجسر خالي ما عليه سيارات ولا اشخاص ولا رياح ولا عليه اي external forces، راح تكون هنالك قوه هي internal forces اللي هي الويت مالته على سبيل المثال، تاثير البن، لانه احنا راح نجي لتراس هو شنو تعريفه، فالبن هذا اللي بتراس هي ايضا لها قوه على الممبرز مالته. اذا فبحياتنا اليوميه موجوده كثير من structures حولنا، لذلك احنا راح نتطرق بهذا الموضوع ونحاول انه ناخذ فد جنرال ايديا حول الستراكشر، مجرد يعني خلينا نقول فد نظره خاطفه حول التراس، ما راح نتعمق به اكثر واكثر، راح ناخذ طريقه واحده للاناليسيس اللي هي فقط الجوينت، وما ناخذ الطريقه الثانيه لضيق الوقت. اوكي، احنا تطرقنا له، طبعا هذا مثال للتراس. شنو تعريف التراس؟ One common type of structure، نوعية واحدة من الستراكتشر هي التراس. التراس which can be defined as a framework composed of member joined at their end with pin joined to form a rigid structure. مثل ما تشوف هذا الجسم أو هذا التراس هو عبارة عن مجموعة من الممبر، هو عبارة عن framework. هذه الممبرز او هذه الاضلع مربوطه مع بعضها البعض من نهاياتها بن، اللي خلينا نقول بن ببراغي بويلدينج باي نوعيه مع بعضها، شو تشكل لي؟ تشكل لي ريجيد ستراكشر، يعني هاي الممبر توجذر شكلت لي جسم واحد اللي هو الريجيد ستراكشر، واللي يسمى شنو؟ يسمى تراس. حتى نتعامل مع التراس وكيفية الاناليسيس اوف تراس، عادة القوة المؤثرة داخل التراكس او القوة المؤثرة على التراكس عندنا نوعيتين. عندنا النوع الاول اللي هو سبورت رياكشن، ردة الفعل مالت السبورت اللي هي قد تكون بن، قد تكون روكر، قد تكون رولر. تقدرون ترجعون للمحاضرة السابقة وشنو هي انواع السبورت. هاي وحده من الاناليسيس لازم نفهمها حتى ندرس التراس. الثانيه الاكسل فورسز ان اول ممبرز، يعني التراكس شنو عندنا التراس؟ على سبيل المثال لو كان عندي هذا تراس معين، سلط بهذه الممبر مالته على سبيل المثال هو بهذا الشكل، وعندي هنا فد سبورت معين،
وعندي هنا نفس سبورت معين ليكون اي شكل. هذا حتى اسوي له اناليسيز راح ادرس شغلتين. الشغله الاولى راح ادرس الرياكشن اللي بهذا السبورت، راح ادرس الرياكشن اللي بهذا السبورت. هذا الرياكشنات اللي بهذا السبورت، هاي الاولى رياكشن سبورت رياكشن. الثانيه الاكسل فورسز بالممبر، هذه الممبرز مالته، هذا اللي نسميه ممبر. هذا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هذه الممبرز بيها قوة. على سبيل المثال طبعا من باب فعل وردة فعل، فعلى سبيل المثال بهذا الممبر عندي قوة، عندي هنا قوة، بهذا الممبر عندي قوة، بهذا الممبر عندي قوة. هذه الممبرات كلها بيها قوة تأثر، تنجمع هذه القوة بالمساند والبن و السبورت. فاذا احنا راح ندرس شغلتين او راح نهتم بشغلتين من اللي اتعامل مع المسائل مالت التراس. راح اتعامل مع اثنين شغلات، مع السبورت رياكشن ومع الاكسل فورسز ان ذا ممبر. طبعا لا ننسى نقطه، احنا راح نتعامل مع التراس مع اسامبشن الفرض انه موجود في حاله الاكوليبريم، انه موجوده عندي حاله توازن. واضح؟ فما انه انا من يجي لبالي الى يطرق مسامعي للكوليبريم، معناها راح اتعامل مع المعادله اللي تقول اف اوف اكس ايكوال زيرو واف اوف واي ايكوال زيرو. وين احتاجيت مومنت حول نقطه معينه تكون او ايضا ايكوال زيرو. فهاي الثلاث معادلات راح تغطي لي الحل مالتي، لان انا راح اتعامل على فرض انه الفرضين راح يكون عندي. الاول انه التراس في حاله اكوليبريم حتى لو ما ذكر لي، والفرض الثاني انه الويت اوف ذا تراس از نيجليكتبل. وزن الممبر، وزن التراس كله مهمل. هو طبعا بالحقيقه بالاكتوال لايف موجود الى وزن، لكن احنا جاي ندرس او نقارن بالقوة اللي مؤثرة على التراكس، فهي هواي هواي فرق عنه. لذلك راح نهملها بالمسائل اللي نتعامل بها حاليا. اوكي ليتس جو اهيد. طبعا الاكسل فورسز اللي موجودة بالممبر راح تكون عبارة عن نوعين، اما تنسل واما كومبارسيف. يا اما في هذا الممبر اللي موجود يا اما يتعرض الى قوه كومبارسيف ضغط يضغط الى الداخل، او تنسل بحيث يسحب قوه شد. هذا النيتشر مالتهم. ايش راح نستخدم؟ عندنا طريقتين للاناليسز. الطريقه الاولى اللي اسمها ميثود اوف جوينتس، والطريقه الثانيه ميثود اوف سكشن. طبعا ايش راح نتطرق احنا بمادتنا او بمنهجنا؟ راح نتطرق فقط للميثود اوف جوينت لضيق الوقت. فميثود اوف سكشن ما راح ناخذها، لكن ضروري انه تعرف انه هناك طريقتان فقط لتحليل الترسز. ذا ميثود اوف جوينت شباب يا ريت جاست لايك لسن تو مي، يعني انتبه. راح نقرا هذه توجذر حتى اشرحها فقره فقره. In order to analyze or design a truss, it is necessary to determine the force in each of its members. يعني النقطة الأولى حتى أنا أدرس أو أحلل أو أصمم التراس، أول نقطة لازم ألقى القوة الموجودة في كل member من ممبرات الجوين. الممبر هي الأضلع. One way to do this is to use the method of joints. واحدة من هذه الطرق هي استخدام الميثود of joints. This method is based on the fact that if the entire truss is in equilibrium, then each of its joints is also in equilibrium. Therefore, طبعا
يقول هذه الطريقة مبنية على إنه إذا كان التراكس في حالة توازن، وهذا اللي إحنا ذكرناه، معناه كل جوينت، الجوينت تعرفون هو جوين، فهذا الجوين مرتبطة ب تو ممبر أو ثلاثة، فكل جوين أوريكم إياه حتى لا يضيع عليكم. هذا مقصود بالجوينات، هذا جوين، هذا جوين، هذا جوين، هذا جوين، هذا جوين، and so on، حتى نعرف على شنو جاي نحكي. فيقول معناها كل جوين من هاي الجوينات هو في حالة توازن، وبالتالي معادلة الـ f of x summation of f x equal 0 summation of f y equal 0. Therefore, بالنتيجة if the free body diagram of each joint is drawn، راح ناخذ كل joint ونرسم له الـ FBD. The force equilibrium equations اللي نذني can then be used to obtain the member forces acting on each joint. راح نلقى القوة المؤثرة على كل joint. Since the member of a planned truss also try two force member lying on a single plan، راح جاي نتعامل مع 2D وسنجل بلان، ما عندنا، ما اخذنا محور زيت حتى يكون اكثر من بلان. Each joint is subjected to a force system that is coplanar or concurrent. As a result, only f of x equals 0 summation of f of y equals 0. يعني فقط هذه المعادلتين راح تستخدم في هذه الطريقة. نعم summation بالنسبة للمومنت ايضا نستخدمها، لكن احنا جاي نتكلم عن الجوينت بما انه انه في حالة equilibrium، فمن نرسم الفري بادي دايجرام عن طريق هذه المعادلة وهذه المعادلة نقدر نطلع الـ unknown forces. For example، خلنا ناخذ هذا مثال ونحله. طبعا هذا المثال لك للشرح، هذا المثال اللي موجود هذا مجرد شرح بدون ارقام. راح نجي نحل هذا المثال، وين راح نحله؟ هنا. طبعا ملاحظة مهمة، when using the method of joints always start at a joint having at least one known force and at most two unknown forces. يعني من نتعامل ويا هذا اريد ابدا من يا جوينت حتى اطلع ال unknown المجاهيل. يقول لازم ابدا من الجوين اللي بيه على الاقل قوة واحدة معروفة. على سبيل المثال هنا عندي بهذه الجوين هاي الفورس إلها قيمة، فعلى الأقل إنه أنا أبدأ من الجوين اللي بي فد قوة معروفة واحدة. اثنين، هذا الجوين أو على الأكثر يكون بي فقط اثنين مجاهيل، فهذا الجوين على سبيل المثال بهنا قوة مجهولة وبهنا قوة مجهولة. مو أروح لي على سبيل المثال إلى هذا الجوين، إذا نجي لهذا الجوين بي قوة هنا مؤثرة وبي قوة هنا مؤثرة باعتبار هذا بن، وبي قوة من هذا المنبر وبي قوة من هذا المنبر، وما معقولة أبدأ الحل مالتي أقول أد جوين أي وجه حل مجهول 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 شنو اللي راح أطلعه. لكن لو إجيت إلى هذا هذه النقطة لهذا الجوين، عندي قوة هنا وعندي قوة هنا وعندي وحدة معروفة، إذا summation of of y يطلع من هذه القيمة، summation of of x يطلع القوة المعاكسة إليها، وبالتالي أقدر أطلع الناون. أوكي خلينا نحل الإكزامبل المعطى. Determine the force in each member of the truss shown in figure 6-8a and indicate whether the members are in tension or in compression. هذه مهمة. يريد انه اول مرة الفورس in each member of the truss، يعني كل member موجود احتاج القوة مالته، واضح؟ شغلة ثانية، ووضح indicate او find if whether the member are in tension or in compression، في حالة ضغط أم في حالة شد. نجي نتعامل مع هذا الرسم حتى نحل.
صار الشباب هذه المشكلة. اوكي، فعندي اول ما اجي اتعامل مع الجسم او مع الستراكشر اللي معطى عندي ارسم الفري بودي دايجرام مالتي. ارسم الفري بودي دايجرام راح يكون بهذا الشكل. رسمت الفري بادي دايجرام مالتي. الان اجي اضع القوه مالتي. عندي هذه القوه مسلطه هنا اللي هي 500، وعندي عند هذه النقطه عندي روكر، فمعناه عندي قوه لتكن سي واي، وعندي بهذه النقطه عندي بن بن، فعندي تو فورسز. طبعا هذه اخذناها باللكتشر السابقه. عندي اي اكس وعندي اي واي. طبعا بغض النظر عن شلون المحلول عندك بالمحاضره، هذه الطريقه افضل بالحل، يعني اسهل لك وتقدر تحل بكل الطريقتين ما راح يفرق شيء. قبل احنا طبعا شنو المطلوب من عندي، يعني انا شنو الطالبه من عندي بالسؤال؟ مطلوب من عندي القوة بكل ممبر هنا وهنا وهنا. هسه أنا ما أشرت لهذه القوة، لأن هذه القوة اللي موجودة بالممبرز حتى أطلعها لازم أعرف المجاهيل اللي عندي هي أي واي وأي إكس وسي واي. فشلون أطلع هذه القوة؟ مثل ما أخذنا بالإكوليبريم، أتعامل أجي على سبيل المثال أخذ summation of of X. summation of of X أقول summation of of x equal zero. أوكي، خليه بهذا الاتجاه موجب نفرضه. أجي القوة الأولى عندي 500 زائد، أنا فارض هاي بالاتجاه هذا ax equal zero، إذا ax equal سالب 500 نيوتن. بما انه طلعت الاشاره سالبه معناه شنو؟ معناه الفرض مالتي الاتجاه خاطئ. اذا هنا شو يصير عندي؟ الفرض معناه بهذا الاتجاه، فبما انه هذا بهذا الاتجاه بالتالي هذا ايضا راح يتغير وراح يكون بهذا الاتجاه. اوكي، اجي اطلع الاي اكس طلعت عندي الان 500 بعد ما احط السالب، لان السالب مجرد اتجاه. اخذ summation اف واي equal zero، summation اف واي عندي اي واي، لو اخذنا الاعلى موجب فاي واي ناقص العفو سالب اي واي زائد سي واي equal zero. هنا اثنينات المجاهيل، فبالتالي summation of of y ما تفيدني بالحل. اروح الى يا معادلة الثالثة اللي عندنا، احنا عندنا بس ثلاث معادلات، يا معادلة هي معادلة المومنت. اوكي، نمسح هذه نتخلص من هدها. اوكي، summation ام، وين ناخذ دائما السمويشن ام؟ قلنا ناخذها بالنقطه اللي بيها اكثر قوه حتى لا تتعبني بكثره المعادلات المستخدمه. هنا يا نقطه اكثر بيها قوه هي نقطه اي، اذا انا اقول summation of of a equal zero، خل افرض اتجاه معين، خل اقول بهذا الاتجاه موجب. اوكي، فش عندي
CY بهذا الاتجاه CY في بما المضروبة CY CY مضروبة بهذه المسافة اللي إذا ترجع للسؤال في 2 بهذا الاتجاه ناقص 500 عكس الاتجاه إذا تحط لها ناقص 500 أيضا في 2 هذه هنا أنا ما إلها قيمة لأن صايرة بنفس النقطة ماكو مسافة دي وبالتالي equal 0 إذا CY تساوي لي 500 نيوتن طلعت CY من إذا رجعنا السميشن اف اوف واي طلعت الاي واي ايضا الان طلعت عندي كافه المجاهيل اللي موجوده عندي اجي الان احل بطريقه حتى اطلع الفورسز بالمنبر شلون اطلع الفورسز بالمنبر اوكي الان انا راح اطلع كل جوينت اجي عندي كم جوينت عندي 1 2 3 نبدا بجوينت بي عندي جوينت بي لو اخذنا هاي النقطة جوينت بي جوينت عندي هاي النقطة بي اجي ادرس القوة المسلطة عليها ايش عندي؟ عندي قوة منها مسلطة اللي هي معطاة بالسؤال وعندي هذا المنبر وعندي هذا المنبر فإذا عندي قوة من هذا المنبر وعندي قوة من هذا المنبر هاي القوة أعرف قيمتها هي 500 وهذه القوة راح أرمز لها ما عندي راح أرمز لها FPC هي على اسم المنبر للمنبر هو بي سي بين نقطتين وهذه القوة راح نرمز لها اف بي اي طبعا اي اتجاه تقدر تحدد يعني تخلي يمين للاعلى للاسفل لان يعني بعدين الاشارة السالبة هي راح تبين لك اذا كان فرضك صحيح ام خطأ فاجيت فرضت اريد اطلع القوة هنا اف بي سي عندي مجهولة واف بي اي مجهولة نفس الاسلوب اروح الى summation f of x بس هنا ما راح استخدم مومنت لان انا راح يكون الفري بودي دايجرام هذا مالتي هذا اللي ظاهر عندك بالرسم فما عندي فد نقطه حتى اخذ مومنت حولها راح استخدم فقط summation f of x summation f of y summation f of x equal 0 عندي 500 هنا هذه القوة اف بي سي راح تتحلل الى قوتين هنا انا عندي الزاوية 45 معطاة اذا هذه 45 اذا ايش راح يصير عندي سميشن اف اوف سميشن اف اوف اكس راح يكون عندي 500 خلينا نقول هذا الفرض موجب هذا ايضا بهذا الاتجاه راح يكون زائد اف بي سي في ساين 45 وبالتالي اف بي سي ايش راح تطلع لي؟ راح تطلع لي سالبه لان زائد بهذا نحوله راح يطلع سالب 500 على ساين 45 طلعت الاف بي سي 7.07 بوينت 1 نيوتن فاذا بما انه سالبه اذا فرضيتي خاطئه بالنسبه للاتجاه وبالتالي القوة مالتي مؤثرة بهذا الاتجاه. اجل انا اطلع احتاج واي. الواي مالتي شو يقول؟ يقول summation of of y لو قلنا للاعلى موجب للاعلى موجب summation f y equal 0 للاعلى موجب 500 ما محسوبة. ايش عندي؟ عندي هنا بعد صارت عندي انا المركبه هنا عندي 45 اذا للاعلى عندي ابي العفو هنا ساي هنا مو ساي هنا كوساين سوري اي فورجيت فايش عندي اف واي ايش راح تصير اف واي راح يصير عندي 700.7
بوينت واحد مضروب في من؟ في ساين 45 اللي هي هاي القوة ناقص، احنا قلنا اذا الاعلى موجب هذا فرضيتي هنا الاف بي اي للاسفل، فاذا ناقص اف بي اي ساوي لي صفر، اذا اف بي اي راح تساوي لي موجب 707 واللي هي راح تقدر تكون قيمتها راح تكون بالحاسبه تطلع 500، طلعت موجبة. إذا فرضيتي صح الآن عندي القوة واحد بهذا الجانب، واحد للأعلى وواحد للأسفل، واضح؟ طبعا تقدر من هذا الجوينت تلقائيا هسه إذا تشوف هذه القوة وهذه القوة جاية تسلط الأعلى وهذه الأسفل، إذا نرجع إلى رسمنا نفسه هذا الرسم مالتنا، فبما أنا عندي القوة جاي تأثر بهذا الاتجاه يا هي هاي قوة الجوين، إذن ردة فعل الممبر على الجوين شنو؟ يعني عندي قوة الجوين طلعت هيش تأثر، وهنا القوة لا طلعت هيش تأثر، فإذن ردة فعل الجوين شبي كومبارجن لو تنشن تنسل، شريدا ركز لي مو على التأثير العالي، لا ردة فعله، ردة فعله ايش راح تصير؟ كومبارجن لو مو كومبارجن بالنسبة لهذا لا راح يكون تنسل، لأنه الجوين جاي يأثر عليه للداخل، فإذا ردة فعله ايش راح تصير؟ هذه وحدة وهذه وحدة، إذا وكأنما جاي يمطل بحسب ردة فعله يريد يتمدد، إذا هذا تنسل. بالنسبة لهذا القوة المؤثرة على الجوين هي للأعلى، معناه الجوين جاي يأثر عليه للداخل جاي يسوي له كومبارجن، ردة فعله كومبارجن، يعني دائما الكومبارجن أو التنسل للمنبر يكون عكس تأثير الجوين، شي أثر الجوين إلى رياكشن حسب قانون نيوتن، فإحنا ايش نبني؟ نبني على الرياكشن مالت المنبر مو على تأثير الجوين. Hopefully it's clear يعني. اوكي الان طلعنا اب بي سي، نرجع بعد ما يحتاج اكتب لانه طريقه شوي الكتابه كلش متعبه، نرجع على نفس على المثال فقط، اخذنا هذه النقطه طلعنا بها القوه، الان روح الى نقطه سي، نقطه سي ايش عندي؟ عندي ممبر واحد اثنين وعندي هذه القوه سي واي احنا طلعناها 500 هنا بالحل، راح يرجع يطلعها لان ما اتبع طريقتي اللي بالبدايه، فراح يطلعها هنا. عندنا اف سي اي تفرضها بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه، وعندنا هذه القوه اللي مؤثره بهذا المنبر احنا اوريدي طلعناها هنا، فاذا هي نفس. الان ايش عندي؟ عندي ناون ناون وعندي فقط الاف سي اي الناون، طلعنا الاف سي اي راح طلع الاف سي اي وينتهي الموضوع. تروح الى جوين اي راح تكون عندك أربع قوة مؤثرة، هذه وحدة وهذه وحدة اللي طلعناها من الساعة، وقوة هذا المنبر وهذا المنبر، قوة مال هذا المنبر موجودة والقوة مال هذا المنبر موجودة، وبالتالي احنا اوريدي عندنا القوة مال هذا المنبر، ما يحتاج بعد نرجع إلى جوينت أي، احنا ايش نحتاج؟ وحدة اثنين ثلاثة. في هذا المثال هو طبعا مكمل وين قايل لك هو جوينت أي although it is not necessary، بعد مو ضروري تروح إلى جوينت أي، لان انا اريد اطلع وحده اثنين ثلاثه، انا اريد اطلع هذه القوه فقط، هذه وهذه وهذه، انت من بالجوينت بي طلعت هاي وهاي، وبالجوينت سي من خطه طلعت هاي، فاذا بعد ما له داعي تاخذ جوينت اي حتى تكمل. طبعا قلنا كرده الفعل شو راح نعرف تنشن لو كومبارجن، ايش راح نجي هنا؟ نجي لا هذه القوه جاي تاثر الجوين، جاي تاثر اف بي اي، جاي تاثر للداخل، هذه ما لها علاقه بعد بهذا، هذه تاثر للداخل، فهذا شيء طبيعي كاكو من هنا ايضا من اي راح تاثر بهذا الاتجاه، فبالتالي شنو رده فعل الممبر؟ هي راح تكون تنسل، راح تكون للخارج. خلينا نشوف هنا كلير مثل ما هو موضحها،
هذا عندي اللي هو طبعا الرسم هذا هيك ينطلب منك بنهايه السؤال. فتاثير هذا الجوين يؤثر للداخل اذا ردت الفعل تنشن. بالنسبه لهذا الممبر القوه تاثر للخارج، الجوين يؤثر للخارج، وبالتالي ردت فعل الممبر هي كونفرجن. وبالنسبه للاخير ايضا تنشن بناء على القوه اللي انا فرضتها، فهذا الجوين يؤثر للداخل اذا عندي تنشن. I think it's easy يعني شباب، هي مو جدا صعبة، لكن ورقة وقلم وابديهن خطوة خطوة. قد يكون الحل من أنا شرحه طويل، لأن يعني أنا أحاول أستذكر أمور عدة حتى أوصل لك الفكرة بأبسط طريقة، ويا رب أكون موفق بهذا الشيء. بالنسبة لك ما راح تحل، لا ما راح يأخذ منك هو، لأن هو عبارة عن معادلتين، معادلتين ثلاثة تطبق. حتى هنا هذا الشرح، هذا الشرح ما مطلوب منك، هذا الشرح مجرد توضيحي من الكتاب نصا، انا ناسخه. انت كل اللي مطلوب منك تقول جوينت سي طلع الحل، جوينت بي طلع الحل وهو المطلوب وانتهى الحل. فكل حل قد ما يستغرق 6 تو 7 يعني ستيبس حتى تكمل الحل مالتك. اوكي هذا المثال خلص، نجي الى المثال الثاني. المثال الثاني determine the force in each member of the truss shown in figure 6-10A اللي هو هذا. طبعا هذا الرقم عادة لأنه منسوخ من الكتاب. Indicate whether the member are in tension or compression. اوكي تلاحظ هذا الجسم عندك، طبعا هذا المعطى، هذا لا الفري بادي دايجرام مرسوم. هذه قبل ما تبلش بالحل لازم تطلع ترسم الفري بادي دايجرام وترسم الاكسترنال فورسز المسلطة. طبعا ما راح نتعامل بالمسائل مال التراس وي الانترنال فورسز، ما راح نعطي اهميه لموضوع الويت، راح نعتبره نيجليكتبل. فايش راح نتعامل فقط اكسترنال. اذا انا اريد ارسم فري بادي دايجرام لهذا الجسم. ترسم الجسم نفسه، هذا اللي هو هذا الجسم مالتي، عندي قوه مسلطه 400 نيوتن هنا وعندي قوه مسلطه 600 نيوتن. أجي إلى هذا الرسم اللي هو عبارة عن روكر، فهذه قوة أي واي، طبعا هو من شكله واضح. نجي إلى هذا عندي بن، فعندي قوتين مسلطات، فبالتالي بالفري بادي دايجرام مالتي عندي 1 2 3 4 5، عندي 5 قوة موجودة، 3 من عدها unknown واثنين من عدها known. إذا شو أحتاج الآن أتعامل؟ أستخدم معادلات الإكوليبريوم حتى ألقاها. أول معادلة راح أجي أستخدمها، راح أستخدم summation of O of X equal zero. إيش عندي؟ عندي CX وعندي 600 نيوتن، إذا CX تساوي لي 600. واضح؟ الآن أجي إلى summation of O of Y واشوفه يرهم لو لا. اكتب هالمعادله مالتي وافرضها للاعلى، خلينا نقول موجب ايش عندي؟ اي واي ناقص سي واي ناقص 400. اذا معادله وحده واثنين مجاهيل ما ممكن حلها، اذا اروح الى سميشن ام واحل. في حالة سميشن ام اقدر اخذها حول سي حتى اتخلص من قوة هاي القوتين واحل المعادلة وراح القى الاي واي. الان هنا انا خلي نقول كخطوات صارت واضحة انه طلعنا القوة. طبعا موضوع الزوايا حتى خاف تقرا بالمثال وتعرف شلون الزوايا قبل ما نروح الى الجوين، لانه راح نحتاج الى الدي وحتى بالجوين تحليل القوة. تلاحظ هنا عندي 4 ب3، التان انفيرس ال 4 ال 3 على 4 هو 53. عندك لحظة 36 حتى تعرف القوة منين اجتك. عندنا 3.6 بوينت فتكسر معين، هذا عندي وحده. بما انه هذا 90
90 زائد 36 نقصها من 180 راح يطلع لك هذا عندك 53.1. 36 90 ناقص 36 راح يطلع لك 53.1. هاي ال 35 هاي الزاوية، واضح؟ إذا كملنا هذا الشكل فراح يكون عندي هاي 36 وهذه 36 وهذه، بالتالي راح يكون 53.1. هذه بس التذكرة حتى تعرف شلون الزوايا اجت. الآن اجي اتعامل مع الجوين، بما انه انا عندي ناون اروح اتعامل، قلنا يكون على الاقل عندي واحدة الناون معروفة وعندي almost two unknown، اثنين member مجاهيل. لو اجينا الى ردنا ناخذ هاي النقطة B، ردنا الآن نبلش بالجوين وأخذنا نقطة B، تلاحظ B عندك قوة معروفة لكن عندك 3 members مجهولات، ثلاثة مجهولات، لو فما تفيدني. أجي إلى نقطة D عندي أيضا قوة وحدة ناون وعندي ثلاث مجاهيل، أيضا ما يفيدني. بالنسبة للـ A فعندي قوة وحدة واثنين مجاهيل فهذه ممكن أشتغل بها، وعندي نقطة C أيضا قوتي المعروفات وقوتي المجاهيل أيضا أقدر أشتغل بها. خلينا نبدأ ويا أي ونشوف طريقة الحل. هذه طبعا بعد ما طلع القوة اللي شرحناها. join أي، هذا هو عندي join أي، عندي نقطة 600 وعندي FAD اللي هو هذا AD هاي القوة، وعندي القوة اللي هي BA. طبعا عندي قوة عمودية AY وعندي FAD وعندي هاي القوة. فايش راح يكون انا عندي الجوين مالتي؟ وكأنما الجوين مالتي صار بهذا الشكل. جوين مالتي صار بهذا الشكل. الآن عندي أي واي، هذه القوة راح تتحلل إلى قوتين عندي الزاوية، فبالتالي اف واي واف اكس طلعتها، راح أخذ سميشن اف اوف واي وأطلع المجهول اللي هي المركبة العمودية للأي دي للأي بي العفو، وأطلع المركبة الأفقية. ورا ما طلعت المركبة الأفقية هي نفسها راح تساوي لي ال FAD من آخر summation F of X. فإذا طلعت عندي القوة بهذا الجوين، طلع هذا الممبر وطلع هذا الممبر. لو أخذت C على سبيل المثال، خلينا نشوف شنو ما أخذ بالمثال حتى لا نتضارب بالرأي. joint A joint D، أخذنا joint D، D هذا الجوين عندي هاي القوة موجودة، عندي هذه وهذه ما موجودات، فايش راح يكون عندي؟ هذه قوة احنا اصلا اختارينا اتجاهها، فهذه قوة وهذه قوة بأي اتجاه؟ الاتجاه وبعدين يحدد سالب وموجب. فعندي ثلاثة، عندي ثلاثة وعندي أربعة، سوري عندي أربع قوة، واحدة اثنين ثلاثة أربعة. بالنسبة للعموديات فهذه القوة راح تتحلل إلى اثنين، فالاف اوف واي هاي راح تساوي المركبة العمودية لهذه. بالنسبة للمركبة الأفقية فحاصل مجموع هذه قوة 600 وقوة اي دي الممبر اي دي والمركبة الأفقية مالت البي دي البي دي اللي هو هذا، راح مجموعه يكون زيرو، وبالتالي أيضا قدرنا نطلع القوة. راح يبقى عندي فقط هذا الممبر، نقدر ناخذ يا اما البي او جوين سي ونطلع هذا الممبر اللي بقى عندنا. اعتقد شباب ما جاي يشوف الموضوع صعب، يعني جوينت يعني حله فقط بيدك راح تشوفها جدا جدا ايزي وما بي اي مشاكل، ما راح تجيك رسوم معقده. على الاكثر هذه الرسوم اللي امامك واللي موجوده بالهوم ورك هي اللي راح تجيك بالامتحان. يعني اي سؤال عندك، اي استفسار
feel free to ask. روح إلى ask your question ونزل سؤالك. هذه homework مطلوب من عندكم. وناخذ الموضوع الأخير بالنسبة لهذا الركتشر لهذه اللكتشر سوري بالنسبة للفراكشن أو الاحتكاك. كلكم يعرف شنو معنى الاحتكاك، ما راح نتعمق به أيضا، راح ناخذ مجرد معلومات سطحية اللي مشروحة هنا. عندنا الفراكشن فورس is the force resisting the relative motion of two surfaces in contact. فمن عندي جسم ويتحرك على جسم، فعندي قوة راح تحاول تبطئ الجسم الأول اللي جاي يتحرك أو الجسم الثاني. على سبيل المثال أي شيء الآن أنت ترميه بالأرض، كرة لو رميتها بعد فترة راح تتوقف. ليش توقفت؟ توقفت بسبب قوة الاحتكاك اللي راح تصير أقوى أو راح تعادل قوة دفعها اللي أنا دفعتها بيدي، فبالتالي توقفها. إذا لكل جسم بالأكشوال لايف، مو بالإيديال، مو بالحياة المثالية، بالأكشوال لايف أي جسم خشن إلى قوة احتكاك. طبعا يختلف، يعني خلينا نقول الخشونة. على سبيل المثال لو رميت قطعة ثلج الآن على تبليط، قوة احتكاك التبليط للثلج كلش قوية. لكن لو رميت نفس قطعة الثلج هذه على سيراميكا أو على حديدة معينة راح تشوفها كلش سريعة، دليل على أنه الاحتكاك أو الكوفيشنت فراكشن كوفيشنت للحديد هو أقل من التبليط، أو خلينا نقول السطح أنعم. فهذا هو الفراكشن. الفراكشن ينقسم إلى تو تايبس، ستاتيك وكاينتيك. الستاتيك يحدث عادة بين جسمين ثابتات are not moving related to each other، أو واحد يتحرك والثاني ثابت، فهذا يسمونه static fraction. The coefficient of static fraction يرمز بالرمز ميو اس. الميو هو رمز الكوفيشنت بالنسبة للفراكشن، والاس هو الستاتيك. عادة الام اس يكون higher than coefficient of kinetic fraction. فلو اجاك سؤال وقال لك انه الكوفيشنت of a fraction هو هلجت وهلجت respectively على سبيل المثال، فانت ومحتار يا هو من عتر راح يكون الكوفيشنت اوف ستاتيك او الكاينتيك، فعاده الاعلى هو الستاتيك فراكشن. بالنسبه للكاينتيك اور الدايناميك فراكشن occurs when two objects are moving relative to each other، عندما جسمين يتحركان بالنسبه لبعضهم البعض. على سبيل المثال سليد اون ذا جراوند، اداه التزحلق من تتحرك على الأرض، فجسمين متحركات. يعني الستاتيك فراكشن يحدث في حالة السكون لأحد الجسمين، الكاينتيك فراكشن يحدث في حالة حركة لأحد الجسمين. هذا هو الفرق اللي بيناتهم. هذا الشرح على الكوفيشنت اوف فراكشن الميو. طبعا خلنا نعرف هذه، يا ريت هذا الشرح شباب تقرونه، مجرد هو الشرح الكوفيشنت اوف فراكشن شنو هو. عندنا الكوفيشنت اوف فراكشن عادة نلقاه من علاقة واحدة، وهي الفراكشن فورس قوة الاحتكاك على النورمال فورس اللي من الأرض على الجسم، العمودية على الجسم. فنقدر نلقى الكوفيشنت اوف فراكشن، وبالتالي أيضا باي ذا واي إذا كان عندي كوفيشنت اوف فراكشن ونورمال فورس أقدر ألقى قوة الاحتكاك and so on بالنسبة للN. هذه مثالين بسيطات، وهن ذن المثالين راح تكون طبيعة الأسئلة مثلهن بالضبط، يعني راح يكون جدا بسيط. خلينا نقول للمساعدة، عندي بلوك وزنه 200 نيوتن، فمن أقول وزنه 200 نيوتن وحاط لك الوحدة مالته، إذا حاط لك نيوتن معناه ما يحتاج تضربه بعد بالتعجيل، لكن لو حاطه بالكيلوغرام يحتاج إلى الضربة بالتعجيل حتى يتحول إلى قوة. هاي النقطة خليها في بالك. Weight 200 rest on rough horizontal plane، يعني مثبت على أرض horizontal. Subjected to force سلطت عليها قوة 40 بزاوية 25. Inclined 25. Determine the coefficient of a fraction. إيش نحتاج؟ نحتاج ميو. من نجي نريد نحل، إحنا قلنا بأول محاضرة نريد نحل نكتب المجهول، المجهول هو ميو رايدينا. شو يساوي لي؟ يساوي لي F على N. N هي القوة اللي من الأسفل، هذه N.
اف على ان، فاف عندي الان السؤال معطات، سوري الاف معطات، عندي قوه مجرد مسلطه، فقوه الاحتكاك هي بهذا الاتجاه. اجي خل ارسم الفري بادي دايجرام، هذا هو الجسم مالتي، عندي 200 اللي هو الويت، عندي نورمال للاعلى، عندي بي تحلل الى قوتين، وعندي الفراكشن فورس اللي هي عكس الحركه، دائما عكس اتجاه القوه. 1 2 3 4 5 ايش نحتاج احنا حتى نطلع الميو؟ نحتاج هذا ونحتاج هذا. فعندنا ناخذ من سميشن اف اوف اكس اف اوف اف اوف تساوي لي 40 كوساين 25 طلعت الاولى. بالنسبه للنورمال فايش عندي؟ سميشن اف اوف واي ايكوال زيرو، فعندي هذه القوه زائد هذه القوه زائد هذه القوه يساوي لي صفر، فبالتالي طلعت النيوتن، عوضت بالمعادله راح تطلع عندي القيمه، وهذا هو حل السؤال. هذا مثال هنا ايضا، يعني هو ايضا خاص بالفراكشن، لكن خلينا نقول شوي بفكره، راح اتركه لكم الحل مالته موجود، فكر به، حاول تفهمه شنو سوى، شنو العبارات اللي ذكرها بالسؤال دلت على انه ماكو فراكشن، شنو العبارات اللي دلت انه اكو فراكشن، تعلم من هذا السؤال، واي سؤال تقدر تسالني. هذه نهاية محاضرتنا وأتمنى لكم التوفيق.